اهلا وسهلا لك الف مبروك حبيبي مرسيك وربح ابن الحلال الله ايها وربح ابن الحلاني لازم نوقف على الحال لازم نوقف ايها وخسر اللي تحداني ايها يلي بده يتحدانا ما بيطلع الاول بيطلع الثاني ايها اثنيناتنا راسنا بعلبك ايها وحشتك تركرك ويها إن كان عباس ولا الوليد بين الإخوة ما في تفرقة مظبوط كبير يا عباس لا 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 بدي نعطي ابتهاجتك يا وليد روح روح اتركيني لحظة